مقالي وما قالوا. طبعا مقالوا احنا منتظرين تفاعلكم علشان سؤالنا ليكم، عايزين تقولوا ايه لعيبه الاهلي ليله مباراه العوده مع الوداد بكره الجمعه ان شاء الله. بننتظر تفاعلكم وان شاء الله رسائلكم تظهر تباعا على الشاشه في تفاعل نتمنى له دايما وابدا انه يبقى في ربط بيننا وبينكم. لكن اشوف امورك استعجب، اسمع كلامك الاول. ما هو ليه علاقه باللي انا بقوله؟ ايوه السنه دي بقى السنه اللي فاتت قلنا الكلام ده وبعدين في الاخر طلعت كل الامور، كان الاهلي محقا انه يطلب انهاء البطوله قبل ما كانش بيطلب في حاجه مصلحه، لان المصلحه جت حتى بعد الامم الافريقيه والاهلي كسب الدوري. لكن السنه دي الامر بعد كورونا، يعني انا كنت عايز احط عنوان ايه، كم من الاثام ترتكب باسمك ايتها الكورونا. يعني الكورونا وقف النشاط، طب عايزين نستأنف النشاط؟ ابدا، ده انتوا بتعملوا كده عشان خاطر النادي الاهلي، كل الانديه مش عايزه الدوري، انتوا بتخاطروا بصحه اللاعبين. يا جماعه احنا في 3 انديه بتشارك في البطوله الافريقيه، من المصلحه ان احنا، وزائد انك انت معركه الهبوط مش متحدده وترتيب ال يعني الفرق المقدمه مش متحدده عشان مشاركات السنه الجايه. تخيل يا استاذ ابراهيم لما كانش يتم استئناف الدوري، اهلي زمالك بيراميد كانوا عملوا ايه، ومين اللي كان هيشارك، ومين اللي هيصعد، مين اللي يبقى. شوف الدربكه اللي كانت هتحصل للكره المصريه، شوف الحاله البدنيه كانت هتبقى عامله ازاي. اذا يدركون الان ان كان دعوه الاهلي دعوه حق. لا الاعجب من كده، الوداد والرجاء عندهم ظروف وكورونا، الاهلي يطلبوا التاجيل والاهلي يرحب. لا ترحب ايه، على مزاجك، فين المصلحه؟ احنا لا مش موافقين على الكلام ده. دلوقتي الرجاء عنده ظروف وعايز ياجل، اهلا وسهلا، الروح الرياضيه احنا كده، ولازم ان احنا نوافق علشان ده اللعب النظيف. لكن هي في الاخر استاذ ابراهيم لما تدور هتلاقي كل واحد عنده اسبابه الشخصيه مبنيه على مصالح خفيه. مصالح خفيه؟ طبعا طبعا. ما تقوليش ان الاعتراض الاول كان للمبدا العام والموافقه دلوقتي للمبدا العام، لان ال الشواهد كلها بتقول ايه؟ بتقول العكس كان يحصل. انك في الاول كان انت كده كده الدنيا هتتاجل، 3 انديه من 4 موافقين. لكن حاليا لو تمسكت كان عندك حق، لكن حتى الكابتن بشير التبعي امبارح انا بسمعه قال لا الزمالك قطع له مصلحه في التاجيل، ما يعني ما حدش يقول لي ان الزمالك وافق كده وليس له مصلحه في التاجيل. اذا بطبيعه الامور، وعلى فكره ده مش عيب ان يكون لك مصلحه انك تتمسك، ده المنطقي، منطقي تمسك بمصالحك واعلنها. لكن العنوان اللي انت حاطه لا طبعا مناسب. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجل. يعني ما عايزين بس نبقى فاهم ايه الخط اللي بياخدنا واحنا بناخد القرارات، وتبقى المساله واضحه اكتر من كده. واعتقد الكل تبين ان النادي الاهلي لما دافع عن ضروره عوده الدوري، لما تلاقت رغبه الاهلي مع رؤيه الدوله اللي تحمس لها وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، وتمسك بضروره وحتميه عوده الدوري، كان البعض بيتكلم يا عم اديهم الدرع وكان الاهلي ناقصه دروع، مش عنده منه 40 41 قبل كده. لا الاهلي كان بيتكلم يا جماعه مصلحه الكوره في مصر ومصلحه الرياضه ان الدوري يرجع، الدوري يرجع عشان احنا عندنا افريقيا، انتوا هتلعبوا افريقيا ازاي؟ كان كلام فنيا غريب جدا وعجيب، انت ازاي عايز تلعب ادوار متقدمه في البطوله الافريقيه وانت في حاله بدنيه متكهن، انت مجرش عربيه بالظبط لفتره طويله جدا وفجاه عايزها تدخل سباق سرعه مع افخم واسرع السيارات من غير حتى ما تدور ولا تصنف في بطوله السنه الجايه ازاي؟ التصنيف كان هيبقى صعب، ال 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 الهيكله بتاعت اتحاد الكوره للجمعيه العموميه بناء على النتائج، الاعضاء اللي يحق لهم التصويت هيبقى بناء على النتائج بتاعت الدوري بالدرجات المختلفة بتاعته ومسابقة كاس مصر، كان ده هيتم ازاي؟ كانت فعلا عملية تدمير لمستقبل الكرة 3 4 سنين اللي قدام. لما الاهلي دافع ولما الاهلي
اتكلم على المصلحه العامه قال لك لا ده عشان ياخد الدوري. هو دايما الاهلي طيب بياخد الدوري. هم بيدركوا في الاخر الاهلي كان بيدافع عن قضيه سليمه صحيح ومصلحه عامه صحيح. حتى الزمالك النهارده هو الثاني خلاص بالجداره ما حدش يقدر يفتح بقه، ما كانش الثاني قبل عوده الدوري. فاهم قصدي؟ يعني الدنيا ترتبت صح وبالمعيار العادل، معيار النتائج. فطبعا يعني لو كلنا واحنا بنفكر نحط المسطره بتاعت المصلحه العامه اعتقد ان احنا مش هنختلف كتير.